السلام الله عليكم، سعيدة جدا بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامج الظهيرة وتتابعون فيه اليوم. المنتوج الوطني ورهان تحقيق الاكتفاء المحلي والتوجه نحو التصدير. ملفنا الثاني القطاع الفلاحي نحو ترقية عديد الشعب الفلاحية المدرة للثروة. نتطرق اليوم لشعبة زراعة الزيتون. إلى ذلك سنفتح اليوم أيضا ملف الصيرفة الإسلامية، تنويع المنتجات البنكية وتعميمها لتصل لكل ربوع الوطن. إلى هذه الملفات في جعبتنا جملة من التقارير والروبورتاجات، آخر المستجدات الوطنية والدولية على رأس كل ساعة إلى تمام الخامسة. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. ملفنا الأول الحدث الاقتصادي الوطني الأبرز، تواصل فعاليات الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري. وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية في تحقيق إقلاع اقتصادي قوي ومنتج، تراهن الجزائر على التصدير خارج قطاع المحروقات. نستعرض آفاق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق هذا الهدف. نتحدث عن القدرات التنافسية للمنتوج الوطني. سنركز اليوم على القطاع الفلاحي ودوره في رفع نسبة الصادرات الجزائرية من خلال دعم الاستثمار الفلاحي وتعزيز سلسلة التخزين، التوزيع والتسويق أيضا. كل هذا والمزيد مع الخبير الاقتصادي الأستاذ حمزة بوغادي. أستاذ بوغادي مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. إذا نتحدث على هذه التظاهرة الاقتصادية، المعرض الوطني للإنتاج الجزائري الذي انطلق الثلاثاء الماضي بإشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بداية، الأهمية الاقتصادية لهكذا حدث، والجزائر تضع في صلب استراتيجيتها الاقتصادية تنويع المنتجات المحلية، تحقيق الاكتفاء الذاتي والرفع أيضا من القدرات التنافسية أقول للمنتوج الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد يعني بالحديث تقريبا عن التظاهرات الاقتصادية اللي شفناها طيلة السنة، كانت من شأنها أنها تمس الكثير من القطاعات على غرار يعني القطاعات المتخصصة، أو يعني قطاعات بعينها كالقطاع الصيدلاني أو قطاع البناء أو قطاع يعني القطاع الأشغال العمومية أو القطاع يعني المنتجات الميكانيكية أو المنتجات الأخرى. تقريبا فيه كان فيه تظاهرات لكن بالاختصاص. دائما محطة يعني تظاهرة المعرض الوطني للإنتاج الوطني اللي دائما تجي في آخر السنة، يعني تقريبا هي حوصلة لكل المعارض التي تم تنظيمها طيلة السنة، يعني لأنه تقريبا الإنتاج الوطني يعني هو فرصة، أو يعني المعرض هو فرصة يعني لكل المنتجين الوطنيين أنهم يعني يعملوا على إبراز قدراتهم الإنتاجية، إبراز منتوجاتهم، العمل على أيضا على تقديم الكثير من العروض الترويجية حتى ندفع بالاستهلاك أو حتى نعرف على المنتجات الجديدة. أيضا يعني هي فرصة أيضا للكثير من المستثمرين الراغبين في نسج الكثير من الشراكات مع المنتجين الوطنيين حتى يعني يلاقوا فرص استثمارية يعني مع هذه المنتجات، خصوصا لما يكون منتج يعني منتج ظاهر للعيان، يعني هو بحد ذاته عرض تجاري متكامل، لأنه تقريبا هذه هي الفرص اللي يبحث عليها كثير من المستثمرين. هذا من جانب. الملاحظ هذه السنة هو تقريبا زخم في المنتجات الوطنية، بالفعل أكثر من 600 مشارك. نعم يعني طبعا تقريبا رقم نوعي وغير يعني غير مسبوق تقريبا في المعرض الوطني. هذا يعني تحصيل حاصل للكثير من السياسات يعني الإصلاحية اللي مست خصوصا القطاع الاقتصادي في السنتين الأخيرتين. سنتحدث عن المشاركة وعن المزيد من التفاصيل. سنشرح كل هذه النقاط خلال هذا اللقاء. قبل ذلك نتوجه على المباشر إلى
موقع الحدث. ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري، تلتحق بنا مباشرة من قصر المعارض بالصنوبر البحري وسيلة بوشارب. وسيلة، مساء الخير، هل لك أن تحدثينا عن هذه التظاهرة وأفاق الارتقاء بالمعايير التنافسية للمنتوج الوطني؟ مساء الخير فايزة لك ولضيفك الكريم. نحن متواجدون في هذه الأثناء في أحد الأجنحة الهامة جدا في الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري، وهو الجناح المخصص للمواد الغذائية. سنسلط الضوء في هذه الأمسية معكم في الظهيرة مباشرة على قطع يعول عليه كثيرا كبديل للمحروقات، وهو قطاع الفلاح. للمزيد اقتربنا من مؤسسة أو من مستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج الخضر والفواكه، حيث يحضر معنا هذه الظهيرة السيد جودي ربيع، ممثل التجاري للشركة التي تأخذ مقرها بولاية بسكرة. مساء الخير أستاذ، مرحبا بك معنا في الظهيرة. مساء الخير، مساء الخير على الجميع. مجمع طهراوي عنده عدة اختصاصات. المشاركة اليوم تاعنا في المعرض الانتاج المحلي بمؤسستين، في المياه المعدنية منبع الغزلان، والشركة الأخرى اللي هي تحت علامة نوفا بريم، هي المستثمرة للخضر والفواكه. كل أنواع الخضر والفواكه؟ في جميع خضر أنواع الفواكه. المستثمرة فيها 400 هكتار، فيها حوالي 16 هكتار محمية، يعني سوسر، يعني فيها أجهزة يعني جد متطورة وأنظمة جد متطورة، سواء من ناحية السقي ولا من ناحية التغذية ولا من ناحية التهوئة. هذا باش يسمح لنا نتحصلوا على الخضر والفواكه بالكمية والنوعية اللازمتين. أستاذ، ولاية بسكرة معروفة على أنها قطب لإنتاج الخضر والفواكه، يعني مهم جدا، تمول حوالي 30 إلى 35% من احتياجات السوق الوطنية. منتوجاتكم أين تسوق؟ والله بسكرة كانت معروفة في السابق بمواضيع بالتمور، يعني احنا خرجنا على العادات والتقاليد نتاعنا ورحنا الخضر والفواكه اللي قات رواج كبير في مدينه بسكرة وضواحيها. يعني الحمد لله رانا نشوف في حوالي بين 20 الى 25 حتى 30 طن برجور في اليوم. يعني هذا عنده اقبال ورواج كبير، خاصه على علامه نوفا بريم، راهي موجوده في الاسواق الجواريه والاسواق الوطنيه. يعني تروح هنا للسوق في بوفاريك تلقاها في السوق الاسواق الجواريه، يعني تحت علامه نوفا بريم، يقول لك يعني هذه الكاليتي اللي يحوسوا عليها، والكاليبر والنوعيه والجو. استاذ، الحكومه تعول كثيرا على قطاع الفلاحه لتخلص نوعا ما من التبعيه لاقتصاد الريع والمحروقات، هل استفدتم من اي نوع من التسهيلات؟ والله كان تسهيلات كبيره يتقف فيها قم بها، يعني من الهرم الاول للسلطه الى الوزاره المعنيه، سواء وزاره الفلاحه ولا غير ذلك. يعني كل راهم واقفين، وكيف تعرف ما يعرف الجميع، يعني الاكتفاء الذاتي مش باش سهل باش يتحقق. الدوله راهي واقفه، وراهي واقفه كبير بالدعم نتاعها. يعني نمشي للمناطق الجنوبيه راني نشوف استثمارات كبرى وكبرى اشاك فوا، يعني يكون كاين تحسن في هذا القطاع. يعني هذا في هذا الاطار استفدتم من عقار فلاحي جديد، استفدتم من توسعه؟ استفدنا من توسعه في ولايه بسكرة باش نقوموا بها بمشروع ثاني ان شاء الله، وقمنا بالانجاز هذا المشروع ان شاء الله، راهو قيد الانجاز ان شاء الله. بالنسبه للاسواق الاجنبيه استاذ، هل تصدرون منتوجاتكم؟ شوف صراحه، من كوفيد لحد الان ما قمناش بعمليه التصدير، يعني كانت الاولويه نتاعنا هي السوق الوطنيه. كما راكم يعلم الجميع كانت هناك نقص كبير في المواد الاساسيه في الخضر والفواكه، يعني على راس الشركه ولا المسؤولين على راس الشركه، يعني توجهنا كامل المنتوج نتاعنا الى السوق الوطنيه والجواريه. فيما مضى قبل ذلك قمنا بتصدير لعده دول، نذكر منها اوروبا، فرنسا، اسبانيا، رحنا لدبي، قطر، رحنا حتى لكندا، يعني كانت عندنا اتصالات حتى لكندا، قمنا بعمل التصدير. رئيس الجمهورية أستاذ طالب من المصنعين المنتجين والمستثمرين الوطنيين اقتحام الأسواق الإفريقية. والله هذا هو الأفاق نتاعنا،
الحمد لله لك ربي عام سنة عام نقول ان شاء الله عام خير. يعني كاين الكميه والنوعيه اللازمتين باش نقتحموا الاسواق الاوروبيه، وممكن جدا ان شاء الله نروحوا الاسواق الافريقيه بعد ما بذلت الدوله مجهود كبير في فتح المعابر في الجنوب. ان شاء الله هذا هو الافاق نتاعنا ان شاء الله الاسواق الافريقيه. يعني استاذ فيه كونتاكت، فيه مفاوضات، فيه امكانيه ابرام اتفاقيات؟ ما زال يعني حد الان ما زال العام المضال يعني كانت كاينه درنا صالون في بسكره، معرض في بسكره، وجاو السفراء يعني الممثلين السفراء خاصه الافريقيه الدول الافريقيه، وكانت كاينه كونتاكت يعني تهيئه ارضيه باش على الاقل نقتحموا هذه الاسواق، وكاين معرض ثاني في ولايه تمرس ان شاء الله عاد نشوفوا كيفاش نبارتيسيبي فيه، ولا على الاقل نزوروه نشوفوا الارضيه اللي متاحه على الاقل تكون كاينه مبادره تجاريه. استاذ رسالتك للشباب واش تقول لهم للشباب يقتحموا مجال فلاحه ولا صعب؟ والله مجال فلاحي باش نكون صريح معك الانسان لازم تكون عنده الاراده وتكون عنده العزيمة على ذلك. يعني المجال الفلاحي باش ترتقي الى هذه النوعيه ولا هذا بالكميه والنوعيه اللازمتين في هذا المجال، كما راك تشوف البرودوي تاعنا نهسواس الطوماط ولا طوماط سيريز ولا الفلفل الملون، ولا لازم تدخلي تكون عامل تكنولوجيا، تعامل تكنولوجيا والعامل العصرنه في الالات. يعني يكون كان استثمار في العامل البشري والعامل المادي. العامل البشري انه يقدر الانسان انه يكون يدير بدوره تكوينيه المهندسين اللي عنده سواء في الخارج، ولا يجلب الشركات الاوروبيه لهنا الجزائر، وهذا الشيء اللي قمنا به احنا باش لحقنا النيفو هذا ولحقنا هالمستوى. والاستثمار المادي لازم يكون وسيله. ان كنت في الاستماع فقط اكتفي معك ومع ضيفتي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. وسيله بوشارب كنت معي على المباشر من قصر المعارض بالصنوبر البحري. مشاهدينا الان تمام 3 بتوقيت الجزائر، الى هذا الموجز الاخباري. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم من جديد. نواصل الحديث عن فعاليات الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري تحت شعار نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح،
والمتواصل إلى غاية 24 من ديسمبر الجاري بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة. أرحب مجددا بالدكتور حمزة بوغادي الخبير الاقتصادي. إذا تحدثنا قبل قليل عن المشاركة في هذه التظاهرة، حوالي 600 مشارك، أشرتم أنها مشاركة نوعية وتعكس القدرات التنافسية الكبيرة للمنتوج الجزائري خاصة في الآونة الأخيرة مع آليات التحفيز والدعم. أكيد يعني تقريبا الملاحظ، نعود نرجع دائما إلى يعني الملاحظات العامة يعني في هذا المعرض يعني طبعة 30 لمعرض الإنتاج الوطني، لاحظنا أنه أولا في زخم يعني للمنتوجات الوطنية في العديد من المجالات، في تنوع ايضا، في يعني تنوع للانتاج الوطني، التمسنا يعني كثير من الصناعات او كثير من المنتجات في الميدان الفلاحي على اختلاف ايضا انواعه، في الصناعات الغذائيه او في المنتجات الفلاحيه الخامه يعني كالخضر والفواكه. ايضا ما لفت انتباهنا ايضا هو فيه كان فيه ايضا المجال التكنولوجي، فيه كثير من المنتجات التكنولوجيه على غرار يعني الاجهزه الكهرومنزليه او اجهزه يعني الاجهزه الخاصه بالمصانع او يعني المنازل. ايضا ما لفت انتباهنا ايضا هو تقريبا هو التطور في نوعيه تقديم الخدمات بما يخص التغليف او التوظيب لمختلف المنتوجات، فيه يعني تحكم او ان ميتريز، وهذا شرط اساسي. نعم حتى أكيد. انه في وقت سابق كان يعتبر من نقائص اكيد ولوج المنتوج الجزائري الاسواق الاجنبيه هو هذا الجانب، التغليف والتوظيب كلها اليوم اصبحت ضروريه للارتقاء باي أكيد منتوج أكيد. في اي وجهه كانت. يعني هذا كان يعني تقريبا من بين الحلقات اللي كانت يعني ناقصه في السابق، هو يعني في منتجات جد جد طيبه من حيث يعني الجوده، ولكن يعني لكن يعني التوظيف او يعني الاعتناء بهذه المنتجات في شكلها النهائي او في تقديمها النهائي كان مغيب. الان تقريبا الملاحظ ايضا هو ولوج كثير من المصنعين الوطنيين في مجال التوظيف والتغليف، اللي كان يعني كانت الجزائر من بين اكبر الدول المستورده للومبالاج او يعني المواد التغليف في افريقيا. الان تقريبا في هذا المجال قطعت كثير من المؤسسات الوطنيه الخاصه او العموميه نعم في هذا المجال، وهذا يعني انعكس على المنتج او المستثمر المحلي الذي يعني اصبح يعني بسهوله يتحصل على هذا النوع من التغليف ليعطي قيمه اكثر للمنتوجات. يعني هذا الملاحظه الثانيه. ملاحظه ثالثه ايضا هو نوعيه المنتجات، تقريبا يعني كاين فيه كثير من المنتجات يعني لحقت لي جوده يعني معينه، فيه يعني تحكم اكبر يعني او تطور ملحوظ محسوس في تقريبا كل المنتجات الغذائيه. يعني شفنا انه فيه ادخال لوسائل البحث العلمي او الريسيرش ديفلوبمون يعني البحث والتطوير في تطوير هذه المنتجات. يعني حتى في المجال التقني في كثير من المخابر اللي اصبحت يعني حتى تشوف المنتج الوطني تشوف يعني كل يعني المعلومات الخاصه بالمنتوج. استسمحك من نعم. دكتور بوغادي، يرفع مشاهدينا على مسامعنا الان اذان صلاه العصر لمدينه الجزائر العاصمه وما جاورها من مدن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دكتور بوغادي، أعود إليك لنتحدث دائما عن هذه التظاهرة الاقتصادية وأفاق الارتقاء بالمنتوج الوطني. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشار خلال إشرافه الثلاثاء الماضي على افتتاح هذه التظاهرة حرص الدولة على مرافقة ودعم المستثمر الجزائري وترقية أيضا الانتاج الوطني بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية والتوجه نحو التصدير. رئيس الجمهورية تحدث مع أحد المشاركين عن قفزة نوعية خلال العام المقبل 2023 وأشار إلى ضرورة انخراط الجميع في توفير الشروط المناخ الاقتصادي الملائم. تحدث عن إدماج تقنيات الرقمنة، تحدث عن بطاقات الدفع المسبق خاصة في المؤسسات الوطنية الكبرى، وذلك تحضيرا لذلك الجو الاقتصادي الملائم من أجل ضمان تطور المنتوج الوطني، البيئة الاقتصادية التي تسمح لهذا المنتوج أن يكون فعلا بقدرات تنافسية عالية. أكيد يعني لا يخفى لأحد يعني مجهودات الدولة في توفير يعني المناخ اللازم يعني باستحداث. لو نتكلم على سبيل المثال يعني الرقمنة أو رقمنة أو عصرنة الدولة، الدولة خصصت تقريبا وزارة بأكملها لهذا المسار أو لهذا المشروع، مشروع رقمنة الاقتصاد الوطني. لأنه تقريبا لو نتكلم عن الرقمنة يعني رقمنة الاقتصاد الآن هو لم يعد يعني خيار وإنما حتمية أو يعني إلزامية لكل مجالات الحياة الاقتصادية، لأنه تقريبا يعطيك كثير من الفوائد خصوصا في التسيير، يعطيك الشفافية في التسيير، يعطيك يعني السرعة في التنفيذ، يعطيك يعني التراصابيليتي أو يعني التتبع، يعني قدرة التتبع خصوصا لكل الهيئات الرقابية خصوصا في يعني تسهيل عمل رقابة الدولة على كل المؤسسات العمومية خاصة يعني، وترشيد النفقات وترشيد المال يعني المال العام. تقريبا كل هذه الفوائد تعطيها لك يعني لما تكون عندك الرقمنة، لأنه تقريبا الآلة
الآلة تعتبر يعني يعني تتعامل مع المعلومات بطريقة موضوعية بعيدا نعم بشفافية، حتى أنها تساهم في القضاء على كثير من الظواهر التي أبرقت السوق الوطنية والتي كانت سببا أيضا في عدم تطور المنتوج الوطني. نتحدث عن الاحتكار، المضاربة وغيرها من المظاهر السلبية التي حتى كانت تعاني منها سلسلة المنتوج الوطني، بدءا من الإنتاج، التسويق، وصولا إلى المستهلك. أكيد يعني لما 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 تشوف يعني تقريبا الآن ليس فقط يعني لو نتكلم عن الظواهر، الآن كل الاقتصاد أو كل الحياة الاجتماعية تقريبا لما تكون يعني فيه تطور للسكان، لعدد السكان يعني تقريبا عندنا مليون نسمة، مليون مولود جديد كل سنة، فيه تطور للسوق، تطور للإنتاج، تطور للنفقات يعني القطاعية لكل القطاعات، يعني حتى نتمكن من يعني من التحكم في كل هذه المفاصل، يجب عليك أنك تكون عندك وسائل أو أدوات لتعطيك السرعة في التنفيذ، تعطيك الرقابة وتعطيك الشفافية، تعطيك يعني كل هذه الأدوات اللازمة. يعني شفنا أو حتى بناء التصورات الاقتصادية، لو الآن نتكلم عن إعادة توجيه الدعم، يعني تقريبا الدولة تبذل مجهودات كبيرة في مجال الدعم، ولكن فيه كثير من النقائص حاليا بهذا النظام اللي لم يعد يعني ممكن يواكب هذه التغييرات. الدولة تريد أو تبحث عن المضي بسرعة أكبر، ولكن كثير من الشوائب أو كثير من الممارسات الاقتصادية تثقل كاهلها يعني وتخليها يعني تمشي ببطء. في وهنا أشرت إلى ضرورة انخراط الجميع بما فيهم المستثمرين، المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة، لإنجاح هذا المسعى. صحيح، أكيد يعني المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة، الآن تقريبا حتى في رئيس الجمهورية تكلم أنه الآن لا يوجد يعني مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة، كلها مؤسسات جزائرية. يعني من يقدم الإضافة للاقتصاد الوطني، من يساهم في خلق المناصب بالشغل، من يساهم في الجباية يعني اللي هي عماد الخزينة العمومية أو عماد تمويل الخزينة العمومية، اللي هي أيضا بدورها تمول كل المشاريع الاجتماعية. يعني هذا هو الأمر الأهم تقريبا. يعني لو مثال رئيس الجمهورية، حديث رئيس الجمهورية مع أحد المستثمرين بخصوص على سبيل المثال بطاقات الدفع المسبق، يعني لو تشوف كان عندنا ظاهرة، عندنا أكثر من 3300 محطة لتزود بالوقود في التراب الوطني، لو ندخل يعني هذه التقنية في الممارسات اليومية للمواطن، راح تعطي كثير من الفوائد، خصوصا راح ترشد كثير من النفقات، خصوصا للهيئات العمومية اللي كانت دائما فيها مشكل يعني التعامل مع بطاقات يعني قديمة، يعني او بالطريقة الكلاسيكية القديمة اللي كان فيها كثير من التلاعب في فيما سبق. الحلول المماثلة راح تعطي يعني دفعة لهذا القطاع والكثير من القطاعات، لو نبدا يعني حنا نحصي الأمثلة. نعم اكيد، يعني اكيد لو نعطي الأمثلة، يعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى، كل القطاعات. لذلك يعني المضي في الآن يعني التحدي أو الرهان الأكبر هو انخراط الكل في هذا المسار. صحيح. مسار البناء الاقتصادي الجديد. ومن بين القطاعات التي تعول عليها الجزائر للارتقاء بالمنتوج الوطني هو القطاع الفلاحي، حتى أنه من بين ورشات التظاهرة، تظاهرة معرض الإنتاج الجزائري تنمية وعصرنة قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات الحالية، وأيضا أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع عديد الشعب الفلاحية التي تمتلك القدرات التنافسية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير. نسلط الضوء الآن على شعبة زراعة الزيتون. أسعد كثيرا بالترحيب مباشرة من وهران بمدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر السيد محمد أمين جبيري. سيد جبيري، مرحبا، أهلا وسهلا بك. شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية مسائية لك وكل مستمعين عبر يعني شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة. أعود إليكم بعد قليل لنتحدث عن أفاق شعبة زراعة الزيتون. قبل ذلك إلى ولاية الجلفة لنشاهد هذا الروبورتاج، انتعاش ونجاح كبيرين في هذه الشعبة، ما شجع فلاحي الولاية على الاستثمار في زراعة الزيتون خصوصا مع دعم ومرافقة الدولة. نستعرض هذه التجربة، مزرعة نموذجية لإنتاج وعصري الزيتون تمكن صاحبها من افتتاح جوائز عالمية. الروبورتاج من توقيع محمد شوقي بوليف.
أكثر من 15,000 شجرة زيتون بمختلف الأنواع والأصناف بهذه المستثمرة بمنطقة السقيعة بولاية الجلفة، حيث تشهد هذه المستثمرة تطورا ملحوظا تعكسه كمية المنتوج المرتفعة هذه السنة بعد استعماله لوسائل تقنية حديثة في السقي وجني هذا المحصول. احنا نعتمد على هذه الزراعة البيولوجية، تشوف الله يبارك الأشجار كيفاش راهم ثمروا الله يبارك، لكي أولا نحافظ على الطبيعة وعلى باش ما نلوثوش الأرض، وثانيا نقدم المستهلك كسوسوا محلي أو عالمي منتوج ذوي جودة عالية. منتوج عام السنة ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، منتوج جد كثير الله يبارك ما شاء الله. هذه الطريقة يدوية التي تستعمل في جين الزيتون لأنها تحافظ على الشجرة وعدم تساقط الأوراق ليكون المنتوج في العام المقبل نفس المنتوج. استعمال مواد عضوية طبيعية في هذه المزرعة النموذجية لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون بجودة عالية وبمقاييس عالمية ليصبح مطلوبا في عدة دول أجنبية، خاصة بعد تحصله على ميداليات ذهبية في مسابقات دولية وعالمية. في دبي هذا العام دينا ميدالية ذهبية في شهر فبراير 2022، وعينة نفس العينة خلوها قعدت حتى شهر أوت، في أوت عودوا اختبروها أخصائيين أيضا، صابوا زدنا دينا ميدالية ذهبية لأن الزيت لم يتغير أو لم ينقص له القيمة تاعه أو الجودة تاعه. أحسن زيت زيتون بيولوجي، معناه ما فيهش مواد كيميائية، ونقلوه ننزعوه من الشجرة مباشرة إلى المعصرة تاعنا على البرد، ليكون عندنا منتوج وطني ذو جودة عالية. فزراعة هذه الشعبة باتت تتزايد في السنوات الأخيرة بولاية الجلفة، ومن بين الاستراتيجيات التي تعول عليها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا ثم التصدير، وهو ما يعكف عليه هذا المستثمر بإنتاج زيتون وزيت زيتون بجودة عالية وبمعايير عالمية تنافس وتتفوق على المنتوج الأجنبي. أعود إذن مشاهدينا إلى وهران إلى مدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر السيد محمد أمين جبيري. سيد جبيري، نتحدث اليوم عن شعبة زراعة الزيتون المنتوج الوطني للزيتون، زيتون المائدة وأيضا زيت الزيتون، ارتفع إلى حوالي 9.5 مليون قنطار في العام 2022 بزيادة قدرها 34% مقارنة مع العام الماضي. ولاية معسكر رائدة في هذا المجال، 450 ألف قنطار سنويا مخصصة لزراعة الزيتون. كيف هو واقع هذه الشعبة ونحن نتحدث عن المنتوج الوطني، عن هذه التظاهرة الكبرى التي تعتبر مناسبة للترويج لهكذا شعب فلاحية وللمجهودات أيضا التي حققتها كل شعبة من بينها هذه الشعبة زراعة الزيتون؟ صح، يعني كما ذكرت يعني سيدتي الكريمة، فيما يخص شعبة الزيتون أو يعني نقول أنها شعبة استراتيجية بمستوى على مستوى ولاية معسكر، حيث الشيء اللي يجعلها استراتيجية هو المساحة. أولا ولاية معسكر يعني فيها أكثر من 72% من المساحة نتاعها الإجمالية هي مساحة صالحة للفلاحة، هذا الشيء اللي صنفها أنها تكون ولاية فلاحية بامتياز. كذلك يعني المتعاملين الاقتصاديين أو اليد العاملة التي يوظفها القطاع الفلاحي، حيث يعني أغلب ساكنة ولاية معسكر يعني يعتبروا فلاحين سواء طريقة يعني مباشرة أو غير مباشرة. إذن شعبة زيت الزيتون أو شعبة الزيتون عفوا هي شعبة استراتيجية بولاية معسكر. المساحة الإجمالية التي تم إحصاؤها فيما يخص أو المخصصة لأشجار الزيتون تفوق 19,000 هكتار، يعني هذه مساحة معتبرة جدا. 90% من هذه المساحة هي مخصصة لزيتون المائدة.
إذا الشعبة أو الزيتون متوزع يعني عبر مناطق الولاية، وخاصة يعني ما يعرف أو ما يعرفه العام هو محيط سيق يعني المخصص خصيصا لعملية أو لإنتاج الزيتون، وخاصة نوعية سيغواز. هذه النوعية التي يعني جاءت بناء على مدينة سيغ، نوعية سيغواز هي تعتبر منطقة يعني منطقة سيغ تعتبر منطقة استراتيجية فيما يخص زراعة الزيتون الموجه للمائدة، حيث سجلنا يعني في سنوات ماضية أرقام قياسية في هذا الإنتاج. كان شيء يعني اللي ملاحظ في هذا السنوات الأخيرة هو الجفاف الكبير اللي يعني رانا يوم نمر في للأسف في 4 سنوات نقدر نقوله من نقص أو تذبذب فيما يخص تساقط الأمطار، اللي هو أثر على الإنتاج وراح يأثر على الإنتاج الزيتون. كدولة أو كسلطات محلية كان عندنا يعني قرارات أو كانت عندنا هناك استراتيجية يعني لمواكبة هذا المشكل الأساسي، لأننا ما نقدرش نتكلم على فلاحة وعلى إنتاج أو تطوير الإنتاج بدون استعمال يعني أو استعمال المياه. إذا كان هناك تقسيم أو كان هناك زيادة فيما يخص محيط سيغ، كانت هناك زيادة في حصص السقي لمحيط سيغ الذي يمثل أكثر من 50% من مساحة الولاية. مساحة الولاية كما ذكرنا أكثر من 19,000، أكثر من 8,000 هكتار يعني فقط في منطقة سيغ. إذا كان زيادة في الحصص الممنوحة، كذلك كانت برامج مخصصة من طرف الدولة وخاصة شركائنا الموارد المائية فيما يخص تهيئة سد فرقوق اللي من أجل التنقية، كذلك بعض الأشغال الاستراتيجية اللي تقوم بها الموارد المائية على مستوى السد من أجل تحسين المياه أو تسيير المحكم لهذه المياه. إذا اليوم الشيء المطلوب منا هو طريقة تسيير، لازم يكون تسيير محكم لمواجهة هذا الجفاف. كذلك كان عندنا برنامج خاص على مستوى الولاية، وين كان عندنا يعني الجرأة أو السيد والي الولاية وين مدينا أكثر من 1800 رخصة حفر للفلاحين من أجل تحسين الإنتاج ومن أجل رفع المردود في الهكتار. كذلك برامج استفاد منها الفلاحين فيما يخص برامج الكهرباء الفلاحية. سيد جبيري، إن كنت في الاستماع فقط أقاطعك، تحدثت عن أهمية مواجهة التغيرات المناخية وأيضا ضرورة تحديث وعصرنة أساليب الإنتاج، كيف يتم ذلك اليوم؟ ما هي أهم آليات الدعم والمرافقة المقدمة مباشرة للفلاحين سواء كان على مستوى مزارع الزيتون أو أيضا على مستوى المعاصر من أجل التكفل بكافة النقائص والانشغالات للارتقاء بهذه الشعبة؟ ونحن نتحدث عن المنتوج الوطني، منتوج ذو معايير تنافسية ترقى إلى مستوى التصدير إلى مستوى الأسواق الخارجية. صح، يعني شيء نبدأ من يعني من 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 أينما انتهيت في الحديث. كان عندنا يعني احنا على مستوى ولاية معسكر مشاركات في دول وين كانت عندنا الرياده او فيما يخص جوده المنتوج، حيث يعتبر منتوج ذو جوده عاليه، وكانت عندنا مناصب او كانت عندنا يعني او مناصب رياديه فيما يخص الجوده، فيما يخص نوعيه خاصه نوعيه زيتون المائده. كان هنا على مستوى الولايه عمليه تحويل الزيتون. قبل أن نوصل للتحويل نتكلم كما ذكرت الأخت فيما يخص عملية تسيير الموارد المائية وكذلك عملية الدعم. الدعم مقسم إلى قسمين، يعني أننا نسعى أو الشيء البرنامج نتاعنا اللي مخطين هنا على مستوى الولاية، كاين دعم تقني ودعم مالي. فيما يخص الدعم التقني، فيما يخص الدعم المالي، أولا نبداو بالدعم المالي. وفرت الدولة غلافات مالية من أجل الأنظمة المقتصدة للماء، ما يسمى الغوتا غوت. الشيء اللي نسعى له هو اننا نوجه الفلاحين مباشره، خاصه الفلاحين الحديثي الاشجار الحديثه، نوجه لها مباشره السقي بالتقطير من خلال دعم هذا السقي الى 50%، يعني نشوفوا نسبه الدعم هي توصل الى 50%. كذلك نتوجه من اجل اقتصاد الماء او في منطقه سيغ، كذلك من اجل استعمال الغوتا غوت كما قلنا، يعني السقي بالتقطير. فيما يخص رخص الحفر، منحنا أكثر من 1800 رخصة حفر على مستوى الولاية من أجل استعمال
الأنظمة المقتصدة للماء. نعم. فيما يخص الدعم التقني لموجه الفلاحين مباشرة، هو العملية التحسيسية من خلال مراعاة، يعني إذا كان شفنا وقت اللي تدخل فيه الفلاح، وقت يدخل فيه التقنيين، هو وقت بعد الجني مباشرة، يكون عملية السماء، تسميد، عملية يعني عملية تقليم الأشجار. نعم سيد، يعني سيد جبيري، سيد جبيري، سيد جبيري، أتوقف معك عند هذه النقطة. تحدثت عن ما بعد الجني، عملية جني المحصول، عملية تخزين المحصول، وأيضا عملية تحويل المحصول. نتحدث هنا عن الصناعة الغذائية، عن مصانع التحويل، وعن المعاصر، وعن كل ما له علاقة بتحويل المنتوج الزراعي الزيتون إلى منتوجات الاستهلاك المباشر، إلى زيتون المائدة بمختلف أنواعه. كيف يتم المرافقة خلال هذه السلسلة، خاصة تقديم الدعم لمصانع التحويل، وحتى تشجيع الشباب لما لا، من أجل ولوج هذه الشعبة في استثمارات صغيرة تكون على شكل هكذا مستثمرات لتحويل الزيتون، وأيضا سلاسل التوزيع التي باتت اليوم متطورة، تعمل بتقنية الرقمنة من أجل السماح بتوزيع هذا المنتوج داخليا، وكما قلت مسبقا حتى خارج الجزائر. صح، يعني صح، احنا فيما يخص ولاية معسكر اليوم نحصي أكثر من 200 وحدة تحويل على مستوى الولاية، أو وحدة تصبير، وكذلك 9 معاصر لزيت الزيتون. احنا هنا على المستوى المحلي، الشيء اللي نتكلموا عليه هو ان ولايه معسكر معرفه فلاحيا، معناه ان المنتوج كاين، منتوج متوفر، الثقافه الفلاحيه متوفره لدى الفلاحين، طريقه اللي يستعملها الفلاح يعني طريقه عصريه. الشيء اللي رانا نصباو ليه على مستوى الولايه هو تاطير عمليه الصناعات التحويليه، دونك يعني من خلال انشاء مؤسسات مصغره او لي ستارت اب في ميدان. كان عندنا لقاءات، وكان عندنا لقاء على مستوى الولايه تحت رئاسه السيد والي الولايه بخصوص الاستثمار، فتح فرص الاستثمار للشباب، وين تكلمنا على يعني منح امتيازات فيما يخص طرق او فيما يخص الدعم المالي، وكذلك فيما يخص التوجيه التقني، وكذلك فيما يخص يعني محاربه البيروقراطيه الاداريه من خلال تخفيف الاعباء على هذا الشباب. اذا الدعم المالي متكون من خلال القروض الماليه التي تمنحها الدوله في هذا المجال. ما يخفاكمش ان هناك قروض ما يسمى بقرض التحدي، هذا قرض يعني يستفيد منه الشاب مباشره من بنك التنميه الفلاحيه بدون فائده، الفائده تكون يعني على عاتق الدوله. كذلك كاين هناك برامج فيما يخص لاناض، يعني كذلك رانا نشوفوا ان الشباب كاين اقبال بعض الشباب على هذه النوع من الصناعات التحويليه. اذا كان الشيء نعم. المطلوب اذا الصناعه التحويليه اليوم باتت رهانا مهما من اجل التطوير. طيب سيد جبيري ابقى معي، ساعود اليك بعد قليل. استاذ ابو غادي، اليوم هذه التظاهره تضم الكثير من المشاركين في مجال الصناعه التحويليه، القطاع الفلاحي اليوم هو القاطره باجماع عديد المتتبعين من اجل الارتقاء بالمنتوج المحلي، خاصه ونحن شاهدنا عده تجارب رائده في مجال تصدير الخضر والفواكه. نتحدث عن الوجهه الاوروبيه وايضا الوجهه الافريقيه الواعده في مجال الصناعه التحويليه. أكيد، يعني تقريبا لو نتكلم عن الصناعة التحويلية هي حلقة من حلقات يعني النشاط الاقتصادي لتميز أيضا بالاستثمار الأولي في ميدان معين، وبعد يعني تقريبا شفنا أنه الجزائر حققت أرقام كبيرة في بعض من المنتجات الفلاحية التي أصبحت يعني تسجل فائض في الإنتاج أو فائض حتى على الاستهلاك الوطني. لذلك يعني تأتي الصناعات التحويلية كحل لهذا الفائض، لامتصاص هذا الفائض من هذه المنتوجات حتى يعني تطيل عمرها. يعني تقريبا لما نتكلم عن الصناعات الغذائية هي يعني تقريبا لو تأخذ منتوج فلاحي معين، لو لم يستهلك يعني تقريبا تنقدونه في شهرين او 3 شهور يفسد، ولكن الصناعه التحليليه تزيد في عمره حتى 4 سنوات 5 سنوات، ولكن تحتاج الى تقنيات متطوره. أكيد أكيد في مجال التغليف، التوضيب. نعم. حتى يصل تقريبا الى هي كل هي صناعه بذاتها، يعني تقريبا صناعه بذاتها فيها كثير من المدخلات او
فيها كثير من الفرص الاستثماريه ايضا للمستثمرين الاخرين، يعني للعلب او للتعليب او يعني على اختلافها من الكرتون او العلب الحديديه اللي لازم تكون لبعض المنتجات كالمصبرات يعني للمعجون يعني على سبيل المثال او المعجون طماطم او معجون الفواكه او كثير من المنتجات في على اختلاف. نعم أستاذ أبو غادي، ألا تعتقد اليوم كخبير في المجال الاقتصادي أن القطاع الفلاحي عليها أن يتجه نحو الأقطاب الفلاحية بامتياز؟ اليوم تحدثنا عن ولاية معسكر ترائدة في مجال إنتاج الزيتون، وهناك عديد الولايات كل واحدة عندها امتيازات وعندها قدرات استثمارية في شعبة معينة فلاحية معينة. اليوم إلى أي مدى نحتاج إلى أقطاب امتياز في كل شعبة فلاحية من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي؟ أكيد يعني نظام الأقطاب الفلاحية أو الأقطاب الإنتاجية يعني تقريبا هو الآن نظام يعتمد عليه في كثير من الدول اللي حققت يعني طفرة في الإنتاج بصفة كبيرة. لأنه علاش؟ لأنه تقريبا لما تكون عندك، لو نعاود نراجع خصوصيات كل منطقة أو كمعسكر أو كواد سوف كبسكرة، يعني الولايات اللي عندها يعني تقريبا خصوصيات فلاحية بامتياز أو تقريبا كل الفلاحات أو تتخصص في مجال معين، راح يكون فيه تعاون لكل الفلاحين، تكون فيه حتى يعني المنشآت أو الإعانات اللي تقدمها المصالح الفلاحية التابعة للدولة تكون عندها يعني فعالية. لأنه تقريبا لو نتكلم عن ممكن عن رقم معين 10 أو 15 مستثمرة في منتوج ألف، والدولة يعني تقوم بإحصاء هذا المال يعني هذه المستثمرات، راح يكون يعني الدعم في مجال التخزين او في مجال يعني الدعم التقني او في البذور او في يعني الأسمدة، او تقريبا يكون يعني بصفة مباشرة ويكون في بصفة فعالة اكثر فعالية من السابق. لما تكون يعني عندك يعني منتوج او يعني مستثمر في ولاية في الشرق وولاية في الغرب، نقول لك انا لازم ندير مراكز للتخزين، لكن الانتاج اللي في الشرق لا ما يليقش انه ندير فيه مخزون في مخزون استراتيجي ونحط اموال كبيره، يعني الجدوى الاقتصاديه غير موجوده. لكن يعني بالذهاب الى هذا التخصص او الاقطاب المتخصصه في الانتاج الفلاحي راح يعطيك هذه الميزه انه نمشي باكثر فعاليه في تجسيد في تقديم الاعانات في زياده الانتاج في توزيع او الاستهلاك، تقريبا تتحكم في كل هذه المفاصل. نتحدث عن التوزيع، التحكم في التوزيع يعتبر اساس ايضا ضمان وصول المنتوج إلى كل أقطاب الوطن، تحقيق الاكتفاء المحلي، ومن ثم التفكير يكون مباشرة نحو التصدير. أكيد، لأنه يعني حتى مجال التوزيع يستلزم يعني تقريبا سلاسل تبريد أو سلاسل الحفاظ من منتوج إلى منتوج تتغير. لذلك لما يكون عندك أقطاب متخصصة يعني راح تحط يعني نظام متكامل للتوزيع لهذه المنطقة المعينة. يعني لو تأخذ مثال على سبيل المثال، يعني الآن صناعة التمور يعني في منطقة بسكرة والواد يعني تقريبا أصبحت يعني صناعة جد مزدهرة، حتى في كثير من الحلول الصناعية كتحويل كاستخراج الكحول الصيدلاني الطبي من يعني من الديشي يعني أو مخلفات التمور. يعني هذا تقريبا مثال عن أهمية يعني ازدهار هذه الأقطاب المتخصصة. تقريبا لما تكون في تركيز القوة في منطقة معينة، حتى كل توزيع أو الاستهلاك أو كل شيء يكون في متحكم فيه ويكون يعني بصفة أكثر علمية. نعم. طيب أستاذ أبو غادي، أعود الآن إلى وهران إلى مدير الفلاحة لولاية معسكر السيد جبيري. سيد جبيري، إذن اليوم الرهان في ولاية معسكر توسيع وتطوير زراعة الزيتون، خاصة من ناحية توسيع المساحات المزروعة، 19,000 هي المستغلة الآن، 14 فقط ألف منها يتم استغلالها فعلا في الإنتاج الحقيقي. ما هي آفاق هذه الشعبة بهذه الولاية؟ وأنا تحدثت منذ قليل عن خلق أقطاب وطنية في كل شعبة فلاحية من أجل تنويع ومن أجل التمكن من السيطرة في كل الشعب الفلاحية. صح، يعني الشيء اللي ذكرتوه والشيء اللي نزيد يعني إضافة في الحديث هو أن
إذا تكلمنا على شعبة الزيتون بين الشعب الاستراتيجية على مستوى الوطني بصفة عامة وعلى مستوى ولاية معسكر بصفة خاصة، هناك اكتفاء ذاتي فيما يخص مادة الزيتون على مستوى الوطني، يعني شفنا الأسواق يعني متوفر الزيتون على زيتون المائدة، ما عندناش نقص وما عندناش يعني نقص في الإنتاج. الشيء اللي راه يعني الفلاح اليوم وعاو خاصة يعني درنا تقربنا من الفلاحين خاصة فلاحين يعني المنتجين مساحات كبيرة، الشيء اللي هم يصبوا له هو عملية التصدير. إذا الشيء اللي نسعى له احنا اليوم هو تنظيم الشعبة، لازم ننظم أنفسنا داخليا حتى تكون عندنا يعني أرضية ملائمة ونقدروا نواجه بها الأسواق الخارجية من خلال أولا المجهود اللي نقوم به في الوقت الحالي هو عملية الوسم، يعني لابيليزاسيون تاع الأشجار أو تاع الزيتون سيغواز. الملف راح في الدراسة إن شاء الله يخرج الوسم تاع المادة، هذا الشيء الأولي. ثانيا نحن نقوم بإنشاء تعاونيات برنامج يعني سهل ونقص كذلك العراقيل الإدارية من أجل إنشاء تعاونيات فلاحية. إذا ننشئ تعاونيات فلاحية نقدروا تكون عندنا تعامل مباشر مع التعاونيات الوسم، ونمشوا مباشرة إلى إنشاء وحدات التحويل أو وحدات التخزين عصرية، كذلك التوظيف كما ذكرتوا، تغليف يعني الأمبالاج، هذا الأمور اللي هي تنقصنا اليوم. المنتوج متوفر ويكفي، يعني منتوج كافي، الشيء اللي ان شاء الله نخطوا له ولا نبنوا فيه مع شركائنا هنا اتحاد الفلاحين والغرفه الفلاحيه هو تاطير عمليه تصدير هذا المنتوج في طرق يعني تكون ايجابيه. اما بخصوص تطوير المساحه المسقيه او مساحه الزيتون، كانت طلبات كثيره او الشيء اللي شفناه من طرف الفلاحين هو انه كاين تخصص فيما يخص زياده المساحه في ماده او في شعبه الزيتون، نرافقوا من خلال تدعيم الاشجار او من خلال منح الاشجار الزيتون مباشره للفلاحين، كذلك كما ذكرت اسلفت الذكر فيما يخص تاطير عمليه السقي من خلال استعمال انظمه مقتصده للمياه، ذكرت كذلك برامج استراتيجية تقوم بها الدولة خاصة برنامج الكهرباء الفلاحية، وهو برنامج استراتيجي جدا، نتكلم على الماء مباشرة نتكلم على الطاقة. إذا كان برنامج نقول بأنه برنامج حصري أو برنامج، ما شافت الجزائر مثل هذا البرنامج، هو برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص توصيل الكهرباء إلى كامل المستثمرات الفلاحية. تم إحصاء 1085 مستثمرة فلاحية على مستوى الولاية، نسبة الأشغال هي تفوق 40% على مستوى الميدان. إذا هذا هو الدعم المباشر من أجل زيادة المساحة أو من أجل تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية على مستوى الولاية. طيب سيد جبيري أعود إليك بعد قليل. أستاذ أبو غادي، نتحدث عن معرض الإنتاج الوطني ونتحدث عن علامة صنع بالجزائر، اليوم نتحدث عن التنافسية في لهذه العلامة، ما هي أهم المراحل التي على المنتوج الوطني أن يتجاوزها من أجل تحقيق التنافسية المطلوبة ومن أجل الرفع من الصادرات خارج المحروقات؟ أكيد يعني بالحديث تقريبا عن التحكم في الجودة، خصوصا لما نتكلم عن الأسواق الأجنبية أو الأسواق العالمية، هو شرط أساسي يعني حتى تكون عندك يعني قابلية أو تقبل للمنتوج تقريبا لمستهلك يعرف عنده كثير من الخيارات. صحيح. وكثير من المنافسين في الأسواق التجارية العالمية، يجب علينا العمل أكثر على يعني على شق الجودة، وتقريبا كل يعني في هذا التظاهرة. نعم. هناك أكثر من 100 علامة تجارية جزائرية. نعم. وطنية تعرض منتجاتها وتتوفر تقريبا على الشروط اللازمة من أجل التموقع بالأسواق الأجنبية. أكيد يعني تقريبا من بين الملاحظات اللي قلتها في بداية الحصة هي الملاحظ أنه في تطور جد ملحوظ في جانب الجودة في بالنسبة لكثير من المنتجات الوطنية اللي حاضرة في المعرض الوطني. تقريبا لو نعطي نسبة معينة حتى 70% من المنتجات اللي حاضرة في الإنتاج الوطني أو معرض إنتاج وطني يعني تحوز على هذه الصفة يعني الجودة. لما تكلمت عن أنه يجب علينا العمل يعني تقريبا المنتجات الأخرى، لأنه
طموح التصدير يجب علينا أن نذهب بقوة وبوفرة المنتجات تقريبا حتى تتمكن من يعني فرض نفسك في السوق الدولية. يكون عندك هذاك يعني تقريبا التواجد الكثيف لكثير من المنتجات يعني تقريبا. لأنه تحدثنا عن القطاع الفلاحي، هناك أيضا القطاع الصيدلاني، هناك العديد من القطاعات التي اليوم تملك هذه القدرات من أجل التصدير. أكيد يعني لما نتكلم عن الأوراق الرابحة خصوصا في مجال التصدير، الآن الجزائر تمتلك أكثر من 10 أوراق رابحة في المجال الصيدلاني أو الميدان الفلاحي بكل يعني تقريبا مجالاته، من بينها الصناعات الغذائية أو المنتجات الجزائرية وجدت لنفسها في المجال الصناعي. نتحدث أيضا عن الصناعات الكهرومنزلية. أكيد نتحدث عن الوجهة الإفريقية حيث المنتجات المنتجات الجزائرية عندها كل المقاييس اللي يتطلبها المستهلك. شركة على سبيل المثال نعطيك شركة وطنية جزائرية كوندور، يعني عندها الآن تقريبا أوجدت لنفسها الكثير من الأسواق خصوصا في السنغال أو في كوديفوار أو في الكاميرون. كثير من المواطنين في هذه الدول يعني أصبح عندهم احتكاك مع المنتوج الجزائري، ولما يكون عندك احتكاك مع منتوج من دولة معينة تولي تطلب منتجات أخرى، تقول يعني لما تشوف الجودة في منتوج مهمة المستهلك الأجنبي دائما عنده هذه ردة الفعل الاستهلاكية أو هذا النمط، يعني يبحث يقول لك إذا فيه منتوجات أخرى جاية من هذه الدولة، لما يشوف الأسعار والإنتاج تقريبا هذه الخاصيتين أو الجودة هذه الخاصيتين اللي مطلوبة بكثرة في النمط الاستهلاكي في السوق التجارية العالمية. أيضا يعني مسارات التحكم في الجودة في تقريبا من 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 التموين بالمواد الأولية في البروسيس دو فابريكاسيون أو يعني مسار الإنتاج في المصنع إلى التغليف أو يعني تقديم المنتوج في الشكل، يعني تقريبا تمس كل يعني مسارات الإنتاج. لذلك يعني الآن يعني التكوين كثير من أن نذكر على سبيل المثال فيه الآن يعني محاولة أو في محاولات لإدخال هاد يعني خاصية التحكم العلمي في الإنتاج الوطني أو في الصناعة. شفنا فيه يعني في خلق لمجال للمؤسسات الناشئة أو الابتكار في جامعة هواري بومدين تقريبا مؤخرا، حتى تكون يعني تربط عالم المهني أو عالم الإنتاج بالفعل بالحلول العلمية اللي خارجة من المختبرات. الميدان الفلاحي أيضا المعهد الفلاحي الآن راهي تتحرك حتى تكون يعني أكتر أو يعني فاعل في الميدان الفلاحي بتوفير أو بتطوير تقريبا الأجناس للشتلات أو البذور الجزائرية اللي كانت تقريبا كانت في اعتماد كبير على المدخلات اللي تجي من الاستيراد. الآن في تحرك على في هذا المجال حتى ندعم يعني القطاع الإنتاجي الوطني بهذه المدخلات أو بهذه التقنيات أو بهذه الخبرات المعرفية الوطنية. لذلك هذا هو الكل المتكامل اللي لازم نكمله في هذا المسار بنفس يعني الإصرار حتى نوصل إلى درجات من الإدماج يعني تقريبا تخلينا أنه نمشي للتصدير، لأنه التصدير يستلزم تقريبا او المحافظه على يعني النمط المتطور اللي مشينا فيه في التصدير. لما نتكلم قلنا يعني التصدير هو تحصيل حاصل والتصدير موجود الان، وكثير من المنتجات الجزائريه لقت في اسواق يعني في لقت مكان في الاسواق العالميه، لكن المحافظه على هذا الريتم يستلزم هذه الملاحظات اللي ذكرتها او هذا الريتم، يعني تقريبا المحافظه على هذا الريتم. طيب. في الاصلاحات. نعم جميل جدا. نعود الان الى وهران الى السيد جبيري. سيد جبيري تحدثنا عن ولاية معسكر. ولاية معسكر هي ولاية فلاحية بامتياز في عديد الشعب خاصة حتى الإنتاج الاستراتيجي، نتحدث عن الحبوب عن القمح وغيرها من النشاطات الفلاحية. في هذا الجزء الأخير من هذه المداخلة ضعنا في صورة تطور الإنتاج الفلاحي بولاية معسكر. صح، يعني كما ذكرت في البداية أنها ولاية معسكر هي ولاية فلاحية بامتياز، كل الشعب متواجدة على مستوى الولاية. ولاية معسكر معرفة فلاحيا من خلال المساحات الاستراتيجية وكذلك من خلال تأثير المنتوجات الفلاحية لولاية معسكر في السوق الوطنية خاصة فيما يخص مادة البطاطا اللي تعتبر مادة استراتيجية. تكلمنا عن الحبوب وين عرفنا موسم استثنائي في الموسم الفارط، حيث يعني كانت مادة الشعير مفقودة على مستوى الدواوين
تعاونية حبوب وقود جافة استجاب الفلاحين وسلموا المنتوجات حيث فاقت نسبة تجميع الحبوب بمختلف أنواعها خاصة مادة الشعير 700,000 قنطار على مستوى تعاونية حبوب وقود جافة. الموسم الفلاحي اليوم يعرف كذلك يعني بداية متأخرة فيما يخص عملية زرع أو زراعة الحبوب، راهي يعني انطلقت مؤخرا ان شاء الله نصبوا اننا نصل الى مساحه فوق 100,000 هكتار. كذلك ماده البطاطا، ماده هذه استراتيجيه جدا في الولايه وراهي يعني تاثر كما قلت على السوق الوطنيه من خلال ضخ المنتوجات في الاسواق. كانت عندنا اذا كان شفنا يعني معطيات حاليا نشوفوا بان كاين استقرار في ماده البطاطا بعدما كان تذبذب في السنوات الفارطه. هذا الموسم استراتيجيه لوضعتها وزاره الفلاحه هو عملية امتصاص المنتوجات الفائضة في وقت اللي تكون إنتاج ما يسمى بسير بالاك من أجل تنظيم عملية البيع، حيث كانت يعني هناك مؤسسة الدولة اللي شريت مباشرة المنتوج على الفلاحين، تم وضعهم تحت التبريد. واليوم عندما شفنا أن السوق بدأت تزيد يعني الأسعار ضخينا كمية كبيرة في الأسواق، ها تراجعت نسبة البطاطا أو سعر المنتوج البطاطا. إذا تحكمنا فيما يخص مادة البطاطا، نقدر نقول بأن هذا الموسم الفلاحي كان موسم ناجح فيما يخص هذا المادة. كذلك مادة البصل تعتبر ولاية معسكر كذلك استراتيجية فيما يخص يعني جميع المنتجات الفلاحية. نتكلم عن الحوامض اللي تفوق المساحة نتاعنا هنا على مستوى الولاية 5,000 هكتار بمختلف الأنواع، نذكر 12 نوع لي كليمونتين طومسون متواجدين على مستوى الولاية. إذا الولاية معرفة فلاحيا وتساهم بطريقة كبيرة فيما يخص الإنتاج الوطني. فلاحين شيء يعني بغيت إضافة فقط واش كانت دخل زميلي فيما يخص تصدير، صح يعني شفنا كانت الغرفة الوطنية برمجت بعض المعارض الدولية ودات فلاحين منا وخاصة ولاية معسكر وشاركوا في هذه المعارض، شافوا المنتوج المحلي للجزائر أو بخصوص ولاية معسكر منتوج تنافسي ذو قيمة جد عالية. الشيء المنقوص والشيء اللي ينقصنا هو عملية كيفاه نطرحوا هذا المنتوج، كيفاه يكون عملية التعليب، كيفاه تكون جيد. عملية يعني لومبالاج، عملية يعني التعليب كذلك. دونك يعني هذا النقص، هذه الحلقة المفقودة اليوم، هذا هو دور المؤسسات الناشئة. إذا اليوم نحن في إطار أو لازم علينا أننا نطور في قطاع الفلاحي من خلال إنشاء مؤسسات ما يسمى بالستارت اب من أجل يعني هذا هو الدور تاعهم، من أجل تكون المنتوج نتاعنا يلقى يعني صدى عالمي. الشيء اللي رانا نجوه اليوم نستهلكوه، يعني ما عندناش إنتاج يفوق استهلاك. نشوف أنه إذا كان زاد الإنتاج أكثر من الاستهلاك يوقع تضخم في الأسواق نتاع المواد الفلاحية. إذا الفلاحين نعم سيد جبيري، سيد جبيري الفكرة وصلت. نعم الفكرة وصلت، أكتفي معكم بهذا القدر. أنتم مدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر سيد محمد أمين جبيري، شكرا جزيلا لك. أستاذ بوغادي، دقائق معدودة فقط، حوالي 3 دقائق في الأخير حبذا لو نخصصها للحديث عن آليات التصدير، نتحدث عن الجمركة، عن مسار المنتوج الوطني، عن أيضا البنية التحتية، سواء فتح مسارات التصدير سواء إلى الوجهة الإفريقية من خلال تفعيل هذه المسارات أو حتى إلى الوجهة الأوروبية أو باقي قارات العالم. هل اليوم المنتج الجزائري يعي كل هذه التحديات ويتحكم في هذه الآليات باعتباره هو الحلقة الأساسية في رفع الصادرات خارج المحروقات؟ أكيد، يعني لو نتكلم بعجالة، الإطار الكلي تقريبا هو الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول او مختلف يعني التكتلات الاقتصاديه في العالم. نذكر من على سبيل المثال منطقه التجاره الحره العربيه، ايضا السوق الافريقيه الحره، سوق يعني السوق الافريقيه الحره اللي بمبادره من الجزائر تم تفعيلها والامضاء عليها او دخولها حيز الخدمه السنه الماضيه، ايضا الاتفاقيات اللي تربطنا ايضا مع الاتحاد الاوروبي. تقريبا استغلال كل هاد يعني كل هذه الاتفاقيات في صالح يعني تقريبا، لانه الجزائر كانت دائما تلتزم بهذه الاتفاقيات بخصوص ديمونتيلمون تاريفير او يعني تفكيك التعريفات الجمركيه بالنسبه للمواد المستورده. العكس تقريبا بالنسبه للمصدر الان يستطيع يعني انه تكون هذه الخاصيه خاصيه تنافسيه حتى لو تحدثنا عن المنطقه العربيه. التفكيك الجمركي كان من بين اهم بنود القمه العربيه المنعقده مؤخرا بالجزائر والتي تسهل
التبادل والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟ أكيد نعم، وحتى يعني تقريبا كان فيه دي ريكومونداسيون أو فيه اقتراحات لزيادة في مستوى التبادل التجاري ما بين الدول العربية في هذا الإطار. نعم نعم. طيب الوقت انتهى، أشكرك جزيلا الدكتور حمزة بوغادي على كل هذه التحليلات والتفسيرات. شكرا. أنتم الخبير الاقتصادي، نلقاكم في مواعيد أخرى بحول الله تعالى. مشاهدينا تمام الرابعة الآن بتوقيت الجزائر، مباشرة إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة. هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم من جديد، متواصلون دائما معكم إلى تمام الخامسة، إلى صحرائنا الشاسعة. الآن سنتحدث عن الثروة الحيوانية، عن الإبل، سفينة الصحراء. تربية الإبل تراث وإرث متجذر لا يندثر. الروبورتاج من توقيع سميرة حلفاوي. في واحدة من الولايات الصحراء إبل، هذه الشعبة المتواجدة احنا عندنا هنا في منطقة واد سوف. ما يخفاكمش باللي تربية الإبل على مستوى المناطق الصحراوية تمتاز بها منطقة واد سوف بالخصوص. احنا رانا نقدر تقريبا حوالي 50,000 رأس المتواجدة على مستوى الولاية. بصفتنا كمفتشية بيطرية نقوم بالمرافقة والرعاية الصحية لهذه الشعبة
بحكم الشريحة المتواجدة على مستوى المفتشية البيطرية من أطباء بياطرة، نريد أن نطور هذه الشعبة. ماريا شيخة باحثة دكتوراه في مجال الإبل تقوم بمتابعة دورية لهذه الأخيرة في إطار مشروعها العلمي. هي مرعى التابع لملبنة التيجان المعتمدة من طرف الولاية، لذلك جينا هنا باش نديروا متابعة صحية وكذلك لنشوف أن المتابعة كذلك في مجال البحث العلمي. يواجه مربو الجمال بالمنطقة الرعوية ببلدية المقرن بوادي سوف مشاكل عديدة كنقص العلف، الجفاف، حوادث المرور، ناهيك عن المخاطر التي يسببها مصب شبكة الصرف الصحي لهذه الثروة. في قوانين وفي حتى الدولات قائمة بمجهود فيما يخص دعم هذه الشعبة، ولكن ما زالت ضعيفة، وخاصة في ما يخفاكمش في المراحل هذه راهي هناك جفاف تتطلب بعض المراعي كذلك الحفاظ عليها من أجل تسهيل للعلف. الرعاية الصحية كذلك فيه بعض الأمراض اللي احنا رانا نعانوا منها احنا هنا، وخاصة هي التريباروزوموز. هناك أمراض كثيرة، منها أمراض البابيزيوز، منها أمراض التيلاريوز، هذو كامل أمراض كيفاش نقولوا طفيليات تجي في الدم، بحيث أنه تنقص الإنتاج الحليب عند الناقة، وكذلك تنقص حتى الجسم تاع الناقة ينقص ياسر بارابور أنها تكون يعطيك صحة تضعف، يضرها ياسر المرض هذا، خصوصا في المنطقة الرعوية هنا في تابعة للمقرن. هناك مصب للصرف الصحي، المصب هذا يويني تكون تتجمع فيه الذباب، بحيث أن الذباب هذا يأخذ هذه الأمراض وينقلها للإبل، لذلك معظم المربيين في فصل الدخول إلى الصيف ينقلوا ويتنقلوا من هذا المكان، لأنه إذا قعدوا في المكان هذا يويني صدقيني حتكون كارثة، بحيث أنه حتى قبل دار تقريبا أخذ قريب في 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 فصل واحدة أخذ أكثر من 200 ناقة. يشربوا الماء ويخرج لهم الناموس يموتوا. الدعم الموجود الحالي هو دعم في دخلت هذه الشعبة أخيرا في الأعلاف. والمكل المذابين يأكلها جفاف البل العلف، تأكل في العلف، العلف الشعير تأكل في الشعير والحشب. ونخالة والفارينة. فيما يخص الإشارات والعلامات الضوئية هي اللي تساعد ممكن في السائقين أو المركبات لرؤية الإبل في الطريق، وممكن هذا يساعد على تخفيف بعض الحدث المرور. فكيف ندخل بالإبل إلى المستقبل؟ إذا كان حابين نوصله وإعطاء لهذه الشعبة القيمة تاعها الحقيقية كما كانت سابقا، هي الاهتمام بالمراعي، لأن المراعي هي اللي تساعد الأكل ومواصلة الغذاء تاع الحيوان بهذا، وكذلك المرافقة والرعاية الصحية. لكن مازال ما نقولش باللي راهو ادى البغية تاعو للوصول إلى تطوير هذه الشعبة. حنا نطمح إن شاء الله إلى للمزيد ولا أكثر، باش تكون شعبة ذات أهمية وخاصة في المنطقة الجنوبية. ما يخفاكمش باللي شعبة الإبل يستفاد منها من لحمها ومن وبرها عدة فوائد، وعلى هذا ماذا بنا تدخل في الاقتصاد الوطني. حتى إذا كان مش تدخل في الاقتصاد الوطني كقوة كبيرة، تدخل في الاقتصاد الوطني المحلي من أجل استقرار بعض المربين أو بعض البدو.
كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. إلى ملفنا الأخير في عدد اليوم، الصيرفة الإسلامية جهود متواصلة لتلبية طلب شريحة كبيرة من المجتمع لهذا النظام المالي الذي يستجيب لتعاليم الشريعة الإسلامية من حيث المعاملات المالية والتجارية، تنويع العروض المالية وتوسيع دائرة شبابيك الصيرفة الإسلامية عبر كل ربوع الوطن، وأيضا عصرنة الخدمات ورقمنتها أهم النقاط التي أطرحها للإثراء والنقاش مع رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري السيدة أمينة عثمانية. سيدتي أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير، ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام. كما يحضر معنا أيضا السيد شكيب القاسمي الحسني المدير العام للجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، التأمين التكافلي أحد أركان الصيرفة الإسلامية. أهلا بكم. مساء الخير سيدتي، ومساء الخير لجميع المشاهدين. شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة. أبدأ معك سيدة ثمنية، البنك الوطني الجزائري مؤخرا الأحد الماضي بالتحديد افتتاح البنك لوكالة جديدة متخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بولاية تيزي وزو، تعد الخامسة من نوعها على المستوى الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع قام البنك الوطني الجزائري بتدشين 5 وكالة له مخصصة حصريا لخدمات الصرافة الإسلامية الأحد الفارط، وهذا على مستوى ولاية تيزي وزو. كما ذكرت تعد هذه الوكالة الخامسة من نوعها، ولكن في إطار شبكة توزيع المنتوجات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة، هذه الوكالة تعد نقطة البيع على 75، لأن شبكة التوزيع لبنك الوطني الجزائري حاليا تضم 65 شباك يكونوا على مستوى الوكالات التقليدية، وخمس وكالات مخصصة حصريا لخدمات الصرافة الإسلامية. طيب، التكافل، النظام التكافلي في التأمينات، وأيضا كما قلت من أركان الصرافة الإسلامية، اليوم التوجه نحو هذا النظام من خلال إطار قانوني صدر قبل حوالي سنتين من الآن لتنظيم هذه السوق التأمينية التكافلية، إنشاء شركتين عموميتين في مجال التأمين التكافلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة العالمين. نعم، التأمين التكافلي هو يعني شق أو جزء من منظومة متكاملة اللي هي المالية الإسلامية. عندنا الصرافة الإسلامية هي يعني الجزء الأول، الجزء الثاني هو التأمين التكافلي، ثم كاين سوق الأوراق، الأوراق يعني القيم المنقولة اللي هو الصكوك. هي الصكوك يعني فيها البورصة، وهناك أيضا قيم منقولة التي يتم إصدارها من طرف الدولة أيضا، يعني الخزينة العمومية، وهذا في يعني في المستقبل إن شاء الله. التأمين التكافلية هي تأتي لتكملة العروض المصرفية أولا، لأنه لا كل جميع الحلول التمويلية أو المنتجات المصرفية يجب أن يكون لها المكمل التأميني، يعني على سبيل المثال تمويل اقتناء منزل أو اقتناء سيارة يمشي معه دائما التأمينات التي يجب أن تكملها. لذلك من أجل تتمة أو تكملة المشهد المالي الإسلامي كان ولابد أن يتم استحداث هذا النوع من النشاط اللي هو نشاط التأمينات التكافلية، وذلك بفضل قانون يعني المرسوم التنفيذي لفيفري 2021 تقريبا سنتين، وهو ما مكن من إنشاء شركتين عموميتين للتأمينات التكافلية، الأولى مختصة في التأمينات على الأشخاص يعني التكافل العائلي، والثانية مختصة في التأمين على الممتلكات اللي هو التكافل العام، بالإضافة إلى نافذة من النوافذ التأمين التكافلي، وأيضا إعادة التأمين التكافلي. يعني استكملنا المشهد بالنسبة للتأمينات التكافلية. طيب، إذا الصيرفة الإسلامية اليوم تطور كبير على مستوى السوق المالية الجزائرية، بالنظر أيضا إلى الطلب الكبير من طرف شريحة معينة من المجتمع، وأيضا من أجل تنويع المنتجات المالية والحرية. طبعا هي للزبون 11 بنكا للصيرفة
الصرافة الإسلامية من بينها البنود الستة العمومية إضافة إلى هيئات مالية خاصة. كيف اليوم نقيم هذه المنتجات المتعلقة بالصرافة الإسلامية بعد هذا النشاط الكبير خاصة في الآونة الأخيرة؟ والله التقييم هو تقييم يعني إيجابي. أظن أنه من المبكر أن نحكم على التجربة. كما ذكرتي التجربة يعني حاليا في الجزائر عمرها سنتين وبضعة أشهر. للتذكير أنه بعد صدور نظام بنك الجزائر 2002 في 15 مارس 2020 قامت يعني كل البنوك العمومية وأيضا بعض البنوك الخاصة بإطلاق خدمة الصرافة الإسلامية. كان البنك الوطني الجزائري يعني كان في الريادة وكان أول بنك أطلق هذه الخدمة بتاريخ 4 أوت 2020. يعني الصرافة الإسلامية جاءت لتكملة الصرافة التقليدية. الآن يعني الهدف كان من إطلاقها هو تلبية رغبة الزبائن اللي كانوا يطالبوا بخدمات الصرافة الإسلامية، كانوا يطالبوا بالمنتوجات المطابقة لأحكام الشريعة. ولذلك البنوك وكذا يعني العمومية منها ولا الخاصة استجابت لهذه المطالب وقامت بتطوير المنتجات اللي كانت يعني في أغلبها هي اللي كانت مطلوبة أكثر من قبل الزبائن. نقدر نمدلك على سبيل المثال يعني المنتجات حاليا اللي راهي متوفره في السوق سواء في البنك الوطني او البنوك الاخرى. عندنا الموجهه للافراد اللي تتمثل في تمويل العقار عن طريق المرابحه او الاجاره، تمويل يعني شراء السيارات عن طريق المرابحه، التجهيزات ايضا. بالنسبه للمهنيين عندنا كل ما هو يتعلق بالعتاد عن طريق الاجاره. بالنسبه للشركات ايضا كل ما هو يتعلق بالاستثمار، هناك الان منتوج يعني المرابحه استثمار، عندنا مرابحه استغلال ايضا لتمويل دوره الاستغلال. هناك ايضا حسابات الايداع لاجل او تحت الطلب، يعني الزبون يقدر الان كي يروح للبنك يطلب المنتج اللي يساعده ويكون يعني الحمد لله كاين الان المنتجات التقليديه اللي يعني عندها 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 زبائنها وعندها تاريخها الى غير ذلك. الصرافه الاسلاميه جات تلبية لحاجات الناس اللي كانت موجوده خارج النظام المصرفي، يعني كان هذا هو الهدف من اطلاق هذه الصرافه. وايضا استقطاب الكتله الماليه الكبيره التي كانت خارج الدائره المصرفيه. بالطبع، والحمد لله اليوم النتائج اللي تحصلنا عليها هي نتائج جد ايجابيه. ونقدر نقول لك بلي 80% من الاموال اللي دخلت للبنك هي عباره عن اموال كانت يعني خارج النظام المصرفي، كانت في النظام يعني انفورمال، كانت خارج البنوك الى غير ذلك. ولكن يعني كل ما قامت به البنوك لحد الان مازال هناك يعني العديد من الـ الانشطه والعديد من المنتوجات اللي لازم تطور. يعني رانا في البدايه، ولكن منذ قليل الى الاطار القانوني والتشريعي، هل بات هذا الاطار اليوم مكتملا من اجل تطوير هذه المنتجات حسب ما يتطلبه السوق المالي، ايضا ان تكون منتجات عصريه وان تكون ايضا منتجات ربما مغريه ايضا حتى تستقطب الكثير من الزبائن؟ بالتاكيد، والله الحمد لله، يعني بالنظر الى تجارب البلدان الاخرى، الجزائر في هذه السنتين خطت خطوات عملاقه. يعني الحمد لله قبل 2020 ما كناش نقدروا نهضروا على الصرافه الاسلاميه، كان يعني ما كاش نص ولا قانون ولا اللي يقول لك كاين صرافه اسلاميه في الجزائر. اليوم الحمد لله بعد نظام بنك الجزائر 2020 اللي هو 022 وايضا تعليمه 03/2020 اللي صدرت في تاريخ 20 افريل 2020، يعني هاد النصين كان لهم بمثابه يعني الانطلاقه بالنسبه للصرافه الاسلاميه في الجزائر. ولكن لازم نمشيو مع التطورات. الان كما اشرتي في البدايه كاين منتوجات جديده، كاين رقمنه، كاين عصرنه. بنفس الوتيره اللي راهي تمشي بها الصرافه التقليديه لازم الصرافه الاسلاميه تواكبها. كاين ايضا النظام يعني كل ما هو يتعلق بالصكوك، يعني ان النظام التشريعي ولا القانوني حتما ولا بد انه لازم يتطور مع متطلبات الوقت اللي رانا فيه وش رانا حابين ايضا نطمحوا ليه ان شاء الله. بعد الافراج عن الاطار التشريعي الخاص بالتامين التكافلي، اليوم الشركات العموميه تدخل هذا المجال من خلال شركتين عموميتين، ربما طرح المنتجات لن يكون الا العام المقبل. ما الذي تحقق لحد الان؟ ما الذي تنتظرونه من اجل اطلاق هذه المنتجات بعدما كان الاطار القانوني هو العقبه من اجل انشاء او من اجل طرح منتجات تأمينية تكافلية في الجزائر؟
هو عقبه ومنصه انطلاق في نفس الوقت، يعني لانه مكاننا من ان يكون عندنا كل المؤهلات او كل شروط التي تمكننا من ممارسة يعني بأفضل طريقة ممكنة لنشاطنا. هذه أولا. ثانيا، هناك يعني فترة تحضيرية كما أشارت إليها السيدة عثمانية لتحضير كل توليفة من المنتجات التي يعني تلبي رغبات الزبائن، يعني الزبون التقليدي متاع المنتجات الإسلامية هو نفسه، لهم نفس التطلعات، لهم نفس الرغبات، لهم نفس الحاجيات. ولا يمكن يعني أن نتحدث في عن منتجات مغرية، منتجات حتى مغرية. إذا تحدثنا عن منتجات الصيرفة الإسلامية التأمينة التكافلية يعني راح تكون بنفس العرض اللي يكون نفسه بالنسبة للتأمينات التقليدية، ويتوجب علينا أيضا أن نبذل مجهود من التحديث ومن تطوير المنتجات، يعني باش نجعلوها مغرية أولا، وباش نجعلوها يعني تستقطب أكبر قدر ممكن من الزبائن. يعني في 2023 إن شاء الله، يعني اللي ما بقالوش بزاف، يعني راح يكون انطلاقة بإذن الله تعالى نتاع يعني توزيع هذه المنتجات عبر شبكات مختصة اللي هي بعض البنوك، وعبر الشركة التوأم اللي هي شركة الجزائر تكافل المختصة في التأمين على الممتلكات. طيب السيدة عثمانية، من أهم شروط إطلاق المنتجات المالية والتي تؤسس للحصول لموافقة بنك الجزائر على الحصول على إذن تسويق هذه المنتوجات، الهيئة التشريعية التي تؤكد تطابق هذه المنتجات مع الشريعة الإسلامية، مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ما هي أهم المراحل التي تمر بها المنتجات قبل طرحها في السوق حتى تكون فعلا مطابقة للشريعة الإسلامية وتكون أيضا حسب متطلبات الزبون الجزائري؟ الله أشكرك على هذا السؤال أستاذة، لأنه كثير من تساؤلات الناس تصب يعني في مدى مطابقة هذه المنتوجات للشريعة الإسلامية. يعني من هذا المنبر أني حابة نطمنهم، وكما قلتي الآن راح نعطي لمحة على يعني الإجراءات التي تمر بها منتج قبل أن يكون متوفر في شباك أو وكالة للصرافة الإسلامية. أول شيء، هناك فريق في البنك، فريق التطوير، ليقوم بتطوير منتج ما. هذا المنتج يعني التطوير ديالو يكون على حسب الأهمية ديالو، على حسب يعني طلبات الزبائن عليه. في أول أمر عندما أطلقنا خدمة صرافة في تاريخ 4 أوت 2020، أول شريحة من الزبائن اللي كانت أكثر طلبا على خدمة صرافة الإسلامية هي الأفراد. لذلك تسبب باللي المنتجات الأولى كانت موجهة يعني شبه حصريا للأفراد، بما ذلك على سبيل المثال المرابحة للعقار ولا المرابحة للسيارات. طيب، لما نقوم بتطوير هذا المنتج نجوز على لجنة الرقابة الشرعية للبنك. هناك لجنة مكونة من ثلاث علماء وثلاث يعني شيوخ أجلاء، وهما اللي يكونوا اللجنة الشرعية للبنك. هذه اللجنة المهام ديالها أنها تقوم بدراسة المنتوج من كل النواحي، يعني المنتوج هذا لمن راه متوجه، وشنو هو المبدأ دياله، إذا كان تمويل مبدأ المرابحة ولا الإيجارة ولا الاستثمار ولا السلم ولا غيرها من المنتجات، إذا كان يعني حساب مبدأ المضاربة، هل المعايير الشرعية راهي محترمة في هذا المنتوج. أيضا فيما يخص الاستقلالية عن الصرافة التقليدية، هل هذه الاستقلالية محترمة أيضا. كل الشروط هذه تقوم بدراستها اللجنة الشرعية للبنك. إذا كان فيه هناك تحفظات يبلغونا بتحفظات، نقوم احنا ب يعني دراستها، وأيضا يعني نبذل كل ما في وسعنا لإزالة هذه التحفظات. لما نعود نقدموا المشروع وينال يعني يعني الموافقة من قبل هذه اللجنة الشرعية، تقوم هذه اللجنة بإعطائنا ما نسميه شهادة مطابقة شرعية للبنك. هذه الشهادة ندوها للمجلس الإسلامي الأعلى مع الإجراءات البنك، إجراءات المنتوج عفوا. إجراءات المنتوج تكون فيه البطاقة التقنية، يكون فيه العقود، لأن الصرافة الإسلامية تعتمد 90% على العقود في المنتجات، العقود، الإجراء، يعني كل ما هو محاسبي، كيف نقوم بعملية التقييم المحاسبي إلى غير ذلك. نروح للمجلس الإسلامي الأعلى،
على مستوى اللجنة، لجنة الإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي هي أيضا مكونة من 7 أئمة أجلاء وشيوخ يعني وعلماء الجزائر في مجال يعني الشريعة، القانون، المالية، كل هذوما يجتمعوا ويزيدوا أيضا يدرسوا المنتوج. إذا كان هناك تحفظات راهم يبعثوها البنك، وإذا كان لم يكن هناك تحفظات راح يعطونا شهادة المصادقة اللي بها أيضا نمشيو لبنك الجزائر. بنك الجزائر يعني الملف يكون فيه أيضا كل ما هو متعلق بالقوانين ألا وهي الفصل في الكتلة المالية في حالة الشبابيك بين الصرافة التقليدية والصرافة الإسلامية، وهذا شرط ضروري أيضا حتى في النظام المحاسباتي والمالي، كل نظام على حدة لا يحدث اختلاط. والله في نظام بنك الجزائر هذه كل هذه الأمور راهي مقيدة. يعني بنك الجزائر في النظام 2002 كان جد صارم وجد صريح في مسألة الاستقلالية ومسألة الفصل بين الصرافة التقليدية والصرافة الإسلامية، حيث أن فيما يخص النافذة الإسلامية كان علينا استصدار شهادة مصادقة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى ومن طرف اللجنة الشرعية للبنك اللي تقول بأنه الصرافتين منفصلتين تماما. وهذا باش حصلنا عليه كان لازمنا اننا نقدم وثائق، نقدم يعني النظام المعلوماتي كيفاش راهو مخدوم، نظام محاسباتي كيفاش راهو يعني يكون كل الحسابات راهي مختلفه تماما عن النظام التقليدي، باش قدرنا نتحصلوا على شهاده المصادقه للنافذه الاسلاميه، يعني بعيدا عن المنتوجات ولكن النافذه بحد ذاتها لازم تكون مستقله تماما عن النافذه التقليديه. كيما اللي كبرت لما نروح لبنك الجزائر ايضا هناك القوانين اللي راهي ساريه المفعول كل ما هو مكافحه يعني غسيل الاموال الى غير ذلك، كل هذا يكون ايضا مدروس حتى يعني بنك الجزائر يقدر يعطينا الترخيص بتسويق منتج او منتجات اخرى. هي نفس الشروط تقريبا، هي نفس المسار. يعني احنا الاختلاف الوحيد انه احنا شركات يعني مختصه في التامين التكافلي، يعني ما كانش هذاك الشرط نتاع يعني التبرير او يعني انه كان فصل بين الذمم الماليه، ولكن هو نفس المسار. يعني شركه عندنا مثلا عندها هيئه شرعيه اللي تابعه للشركه اللي فيها علماء وناس مختصين في الماليه وعندهم باع يعني كبير في من حيث الالمام بالمسائل الشرعيه والماليه، ومن ثم نمشوا للمستوى الثاني اللي هو هيئه الوطنيه للافتاء للصناعه الماليه الاسلاميه، ومن ثم نمشوا في عرض بنك الجزائر ولكن للجنه الاشراف على التامينات اللي هي تعطينا رخصه تسويقيه اللي هي اخر يعني اخر رخصه اخر مرحله في المسار المطابقه. طيب. من القانونيه والشرعيه. السيد القاسمي، انتم تشاركون في معرض الانتاج الوطني في المعرض المنظم بالنسبه او الخاص بالخدمات الماليه على هامش هذه التظاهره الاقتصاديه الكبرى للمنتوج الوطني. اليوم المنتوج التكافلي هل هو في مرحله التعريف سواء كان بالنسبه للافراد العاديين او بالنسبه للمؤسسات الاقتصاديه؟ اكثر من 600 مشارك في هذه التظاهرة. احنا يعني كان الهدف تاعنا اننا لن نفوت هذه الفرصة للتعريف بالشركة، للتعريف بنشاط التأمينات التكافلية يعني على وجه العموم وبالشركة على وجه الخصوص، لاننا شركة ربحية. يعني كان من الواجب اننا نعرف بالشركة وبالنشاط، وهذا يعني والعرض تاعنا موجهة للأفراد وللشركات أيضا. يعني وهذه حبينا نغتنم هذه الفرصه يعني للتعريف بالشركه وبمنتجاتها، وان شاء الله في يعني في مناسبات اخرى راح تكون يعني نقدم عروض اكثر تفصيلا. ويعني ما هو نوع المنتجات الماليه التي يبحث عنها الزبون الجزائري اليوم؟ نتحدث عن المرابحه، نتحدث عن البيع بالتمليك فيما يتعلق بشراء السكنات. اليوم كل الاليات اصبحت مرتبطه ببعضها خاصه في مجال السكن، اذا تحدثنا عن امتلاك سكن ما هي هذه العروض؟ ما الذي يميزها مقارنه بعروض الصيرفه التقليديه؟ والله العروض يعني ما يميزها هي مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. في البنك التقليدي البنك يقوم ب يعني كما يقولوا بقرض المال
الى الزبون حتى يشتري سياره، يشتري منزل ولا، ولكن فيه نسبه فائده، وتكون فيه نسبه فائده. في البنك الاسلامي لا، البنك يقوم بعمليه الشراء، يعني البنك لازم انه يتملك الشيء قبل ان يقوم ببيعه او بتاجيره او الى غير ذلك من المنتجات، وذلك بهامش ربح معلوم. هامش ربح لازم يكون معلوم يوم الاول، يعني انا نشري سكن ونعاود نبيعه للزبون ولكن بهامش ربح. قد يعاب على هذه العروض ارتفاع نسبة هامش الربح مقارنة حتى بنسبة الفائدة بالنسبة للقروض العادية في الشبابيك التقليدية. والله يعني هامش الربح الذي يطبق حاليا من قبل نهضر يعني البنوك العمومية بصفة عامة هي هوامش ربح جد تنافسية، وفي بعض الأحيان تكون يعني تقريبا نفس المستوى مع نسبة الفائدة. الشيء الذي يميز حاليا الصرافة التقليدية هو الدعم الذي تقدمه الدولة فيما يخص يعني تمويل السكنات بالنسبة للأفراد، وتمويل أيضا مشاريع الاستثمار بالنسبة للمستثمرين. هناك في الصرافة التقليدية ما يسمى بالدعم، يعني أنه خزينة الدولة تقوم بتحمل مبلغ من نسبة الفائدة التي يأخذها البنك. إذا كان البنك يدير القروض بنسبة 5-75، الزبون راح يتحمل 1 ولا 3% بالنسبة للقروض العقارية. بالنسبة لقروض الاستثمار يلحق لوطو يعني نسبة الفائدة إلى 2-2.25، لأنه الدولة تقوم بتحمل نسبة من هذاك. حاليا الصرافة الإسلامية ما فيهاش الدعم، ولكن القانون التكميلي سنة 2021 كان نص على هذا الدعم اللي راح يكون ان شاء الله مخصص للصرافة الإسلامية. هي مسألة وقت ان شاء الله ويدخل حيز التنفيذ بإذن الله. باختصار، ما هي اهم المراحل؟ مثلا لو اخذنا عقود المرابحة، نتحدث عن شراء السيارات او شراء السكن، ما هي اهم المراحل لمنح هذا المنتوج من اجل ان يستفيد منه الزبون؟ والله المراحل يعني رانا نسيو، نحاول قدر الامكان انها تكون لمده يعني مده دراسه الملفات يعني الاقصر يعني ممكن، يعني المده القصيره. يعني المراحل هي شراء المسكن فيما يخص التمويلات العقاريه، شراء المسكن يكون عن طريق الموثق، ثم اعاده بيعه الى الزبون مع هامش الربح. بالنسبه للسيارات نفس الشيء، حاليا يعني المنتج موجود ولكن لندرة السيارات ما قدرناش يعني نسوقه، ولكن اون فوا السيارات تكون متواجده ومتوفره يعني البنك راح يقوم ايضا بتسويق هذا المنتج. نفس الشيء مبدا المرابحه هو مبدا يعني واحد، في عقار ولا في تجهيزات ولا في سيارات، يقوم على امتلاك البنك للشيء للعين، مسكن، سياره، تجهيزات الى غير ذلك، ثم اعاده بيعه للزبون مع هامش ربح. هامش ربح يجب ان يكون معلوم يوم العقد، هذا طيب. هو الشرط. واضح. قطاع التأمينات في الجزائر يتميز بهيمنة التأمين الإجباري على مجمل العروض التأمينية حوالي 80% أو أكثر. اليوم التأمين التكفلي طرح كحل، أي نعم، من أجل تلبية حاجيات الراغبين في التعامل بتعاليم الشريعة الإسلامية، ولكن هو أيضا يعتبر وسيلة لتحريك الاقتصاد الوطني وللرفع من مداخيل هذا القطاع بالذات. كيف تعولون على منتجات التأمين التكفلي التي ستطرح من خلال هذه المؤسسة العمومية من أجل تحقيق هذا الهدف؟ كما أشارت السيدة ثانية، يعني البنوك كانت سباقة في هذا المجال، ونحن يعني لازم نستفاد من التجربة تاعهم. كما أشرت ليه أنه من بين النتائج التي حققوها أن تم استقطاب زبائن اللي ما كانوش تابعين للمنظومة البنكية. يعني احنا الهدف تاعنا أنه يتم استقطاب زبائن اللي ما كانوش في المنظومة التأمينية، وكل التحدي أنه لا يتم التعويل على التأمينات الإجبارية، لأنه هنا التحدي لنا أننا يعني نوسع نطاق نشر المنتجات التأمينية بالعمل على حملات إعلامية أولا، حملات تحسيسية للأفراد نعم، ولكن أيضا للمؤسسات، لأنه المؤسسات يعني نتوصل الأفراد عن طريق المؤسسات، هذه من جهة.
من جهه واحده اخرى هناك يعني مجهود كبير من حيث التنويع ومن حيث التطوير لكي نتمكن من طرح عروض اللي هي تكون يعني مختلفه من باب التطوير، من باب نوعيه الخدمه لنتمكن من استقطاب زبائن يعني او زبائن جدد. ثالث شيء انه التامين التكافلي يعول عليه كاحد روافع الشمول المالي والرفع من نسبه توغل التامينات اللي هي اقل من 1% من الناتج القومي الجزائري اللي هو اقل يعني من متوسط ما هو متوسط المنطقه. دونك هذا هو يعني ما هو يعول عليه بالنسبه للتامينات التكافليه. طيب اعود الى الصرافه الاسلاميه الى المجال البنكي. دائما البنك الوطني الجزائري اصوات مهمه في مجال الرقمنه وعصرنه الخدمات، شهدنا وكالات تعمل 100% بنظام الرقمنه، وسائل الدفع المسبق، السحب الالكتروني، كلها اصبحت متوفره من خلال عروض وبوابات رقميه والكترونيه. ما هو حال الصرافه الاسلاميه في هذا المجال بالنسبه للتعاملات الرقميه وعصرنتها امام المتعاملين؟ والله الرقمنة والعصرنة يعني في البنك الوطني الجزائري تخص الصرافة التقليدية والإسلامية على حد سواء. الآن لما تتوجهي إلى وكالة فيها خدمات الصرافة الإسلامية، مكلف بالزبائن سوف يطرح عليك الباقات، باقات المنتجات، باقات المنتجات فيها الحسابات البنكية، فيها البطاقة البنكية، فيها يعني الرصد السري اللي يسمح للزبون أنه يقوم بعملية الدفع عبر الإنترنت، فيها أيضا الوين باي وهي يعني وهو منتوج اللي يسمح للزبون أنه يقوم يعني ب يعني دفع فاتوراته عن طريق الهاتف النقال. هذه كانت يعني سابقة أيضا في المجال البنكي في الجزائر، والبنك الوطني الجزائري كان أول بنك قام بها. عندك أيضا البنك عن بعد، خدمات البنك عن البنك عن بعد، الإي بانكينج. الزبون وهو قاعد في منزله يقدر أنه يطلع على حسابه، يقوم بعمليات تحويل إلى غير ذلك. وزيد على ذلك أننا قمنا برقمنة منتوج اللي هو المرابحة التجهيزات، حيث أن الزبون يقدر يكون جالس في منزله ولا في عمله إلى غير ذلك، ويقدر أنه يستفيد من تمويل لشراء تجهيزات منزلية من أثاث، من يعني أدوات إلكترونية إلى غير ذلك، وهو جالس في منزله عن طريق منصة إلكترونية مع شريك البنك الوطني الجزائري ودار الجزائر. يعني كل هذا يصب في إطار الرقمنة والعصرنة. أيضا في الوكالات الرقمية، عفوا في الوكالات الرقمية يقدر الزبون يدخل يصيب يعني الشاشات، شاشات الحاسوب، يقدر يقوم بعملية المحاكاة ليشوف يعني التمويلات الإسلامية ولا التقليدية. يعني هذا العصرنة والرقمنة تخص كل منتوجات البنك الوطني الجزائري على حد سواء. جميل جدا. بقي لنا القليل من الوقت فقط. باختصار شديد سيد الحسني، سنة 2023 هل ستكون سنة للتأمين التكافلي في الجزائر؟ ما هي أول المنتجات التي ستقومون بطرحها خلال هذه السنة؟ إن شاء الله يعني في 2023 ستكون سنة انطلاق التأمينات التكافلية إن شاء الله، وأول منتجات بإذن الله تعالى ستكون منتجات التأمين على التمويلات اللي راح تكون مع الشركاء البنوك، وكل شيء جاهز. وكل شيء جاهز إن شاء الله. ما هي توقعاتكم لاستقطاب الزبائن؟ يعني نرجو أن يكون نفس الزخم ونفس الإقبال على منتجات التمويل بالنسبة للبنوك، وإن شاء الله يعني كي حين وقت الإطلاق الرسمي لهذه المنتجات نخبروا به الزبائن إن شاء الله يا رب. سيدة ثمية أيضا في الأخير، ما هي أفاق بنك الجزائر في مجال الصرافة الإسلامية؟ نحن في ختام هذه السنة، أكيد عندكم برنامج من أجل السنة القادمة. والله نحن نسارع الوقت لكي نقوم باختتام يعني جدول أعمالي كمصدر لسنة 2022. حاليا تبقى لنا فتح بعض الوكالات إن شاء الله المخصصة حصريا لخدمات الصرافة الإسلامية، نحن بصدد استقبال الإجراءات الإدارية. بالنسبة لسنة 2023 أيضا سوف تكون إن شاء الله سنة فيها عمل كثير،
حيث أن نطمح منتجات جديدة، منتجات جديدة راح يطور هكذا. بالطبع هي طور التطوير في بالنسبة لفرق البنك، فتح وكالات جديدة، تكوين أكثر بالنسبة للعمال البنك، رقمنا، العصرنا، كل هذه موجودة في جدول أعمال الصرافة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري. الحمد لله اليوم واش قمنا به نظن أنه حاجة كبيرة. هذه الصرافه اليوم رانا متواجدين، ولكن مازال باقي، مازال امام ان شاء الله. اشكرك جزيلا السيده امينه عثميه، انت رئيسه قسم الصرافه الاسلاميه بالبنك الوطني الجزائري. اشكر ايضا السيد شكيب القاسمي الحسني المدير العام للجزائر المتحده للتامين التكافلي. شكرا سيدي. مشاهدينا بهذا الملف أطوي معكم أوراق عدد اليوم، أشكركم في الختام على كرم الإصغاء والمتابعة، نلقاكم في أعدادنا المقبلة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.